اليوم نظرنا لذي الورشة لنتكلم حتى عن التحديات والآفاق تعدين لي بيتيت مين يقولوا لهم. لي بيتيت مين عندهم دي ديفيكولتي وعندهم مشاكل هنا وتحديات كبيرة في موريتانيا سيرتو مشاكل بيرمي والتنظيم ولا ليجيسلاسيون. والمجلس الشباب مجلس مهتم في المجال ودور كان يعطي التوصيات ويعطي الافكار الجديده ويتشاور مع المهندسين والخبراء في المجال من اجل نجبروا حل والله نجبروا رواية ذكية تمكننا من فريمان افانسو دون لي سيكتور. يانغ مانينغ ليدرز كونسل من 2018 واحد في هذا النوع من النشاط وعندنا فورمات في اليمين واليمين سيمي اندستريال والتعدين الاهلي وعندنا ان شاء الله نشاطات جايين من اجل لي سانسيبيليزاسيون ولي زوتر زيفينمون بور نقدو نبارطاجي لا كولتور دو 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 التعدين في الناس وهما اللي نحاولوا هما اللي شراي كانوا يدخلوا الشباب في لي فورماسيون وهما اللي يأطروهم ويشغلوهم.